مشاهدينا ابتداء من 15 شهر وكل ليلة خميس جمعة وسبت على مسرح بابل رح تبدأ مسرحية جديدة بعنوان هيك مثير جدا وحلو وهو حبيبتي رجعي على التخت. المسرحية هي من توقيع لينا أبيض اللي بتقول إنه هي ما بقى تعد عدد مسرحياتها، هن المسرحيات ولا مرة بيكونوا بالعدد، بس مر عليك أنك ناشطة سألتك أي عدد. لينا هي أستاذة مادة المسرح بالأليو ومخرجة مسرح أكيد وإلها أعمال كثير انعرفوا لبنانيا وعربيا. شو هالعنوان هيك سنسيشنال حبيبتي؟ سنسيشنال ما هيك كثير هو النص الامريكاني ما اسمه هيك، النص الامريكاني لكاتب اسمه جريك كاليريس، هو النص بالانجليزي اسمه بيوتيفول سبيل، يعني السحر الجميل، بس نحن لما ترجمناه على العربي حسينا انه شوي ثقيل كثير كثير فصحى ورسمي كثير رسمي. رجعنا لقينا وحده من الجمل يلي بقولها الشخصيه واحدة من الشخصيات الرجال بقولها لزوجته، بقول لها رجعي على التخت حبيبتي رجعي على التخت، بقى فضلنا هيدي الجملة اللي هي شوي كاتشي كمان انه بس كمان من صلب القصة يعني. بس موضوع القصة كمان كاتشي، موضوع القصة فعلا هو رجعي على التخت، يعني هي الفكرة القصة بتبلش رجال ومرأة نايمين وبيوعى الرجال بيشوف مرته واقفة فوق راسه مثل ما بيقول هو بالنص مثل فرع المعلومات، وبيسألها شو فيه، بتقول له ما بقى أحبك، وبتنقذ انه كيف انا عم اقول لك ما بحبك، وهي يعني امبارح شيء كنت تحبه، فقت الساعه 3 بعد نص ليل فجاه طلع بزوجها بتقول له ما بقى احبك. بس الكثير حلو بهالنص انه هي مش ما بقى بدها تحب، ما عم تحبه وبدها تطلقه، هي تكتشف انه في شيء فيه عم يقول ما بقى احبك، بس هي بدها تحبه بدها تضلها معه، ورح يقضوا كل الليلة عم يجربوا يلاقوا طرق ليرجعوا يحبوا بعض. بتقولي بتقديمك للمسرحية انه هي الفرق بين الرغبة يعني الدزير الحب نعم. الامور والعادة الابيتود. ايه لانه هن بيكتشفوا هن بينخلطوا مع بعض بوقت من الاوقات يمكن. ايه لانه صار لهم 7 سنين مجوزين، وهو كمان رح تبوسه ات وان بوينت رح تبوسه هو ورح تكتشف انه هي ما بتحس شيء ابدا حتى جسديا، ما في رغبة بقى لهالرجال، ورح يرجع يبوسوا بعضهم بعد مره، ورح يكتشف انه هو كمان ما بقى عنده رغبه لهالمره، بقى بصفوا اثنيناتهم خوفانين، واثنيناتهم رح يجربوا عم يجربوا يحكوا، يعني بيحكوا كثير وبيجربوا اشياء، وبيكتشفوا انه بجوز هيدا هي الروتين، يعني الروتين صار في خلطه بهالحياه الزوجيه بين الروتين والحب والشهوه او الديزاير لشخص، ورح يجربوا يفصلوا بيناتهم او يجمعوا بيناتهم، ورح يقضوا طول الليل عم يجربوا اشياء، ما رح اقول لك شو عم يجربوا. لا فيني اتخيل شو عم بيجربوا. لينا مسرحية شو نوعها يعني؟ هلا نحن عديناها كوميدي لايت سكسي كوميدي، بس بذات الوقت الكوميدي على طول الناس بفكر انه الكوميدي هي مسرحيه بس بتضحك، هو الموضوع اللي عم تتطرق له موضوع كثير بالنسبه لي كثير جدي، وبالنسبه لكثير ناس يعني. جدي انه شو بيصير لما الواحد بيعيش مع شخص من بعد فتره، وين بيروح الحب وكيف بيدوب الحب او بيختفي بتحول. او بالعكس بيتقوى او بيتحول، وعشو بيتحول، وشو هن الامكانيات يلي عنا اياهم من بعد ما يروح الحب او الشهوه، او شو المجهود اللي الواحد لازم يعمله. بقى هلا بالمسرحيه بتطرقوا له بطريقه كثير مضحكه ولذيذه، بس بذات الوقت الموضوع كثير جدي، عرفتي انه وهيدي شغله كثير بحبها. بدنا نشوف مقطع من هالمسرحيه ونكمل الحديث. فقت وجني على الصغار جربت ترجع لي بس ما كنت تروح. ايه يا صغار انا ما بحبك. لين حسيت حالي لحالي، ولا مرة بحياتي حسيت حالي لحالي. قلت يا لين طولي بالك شوي. فيكتو قلت شرعني حياتي اسمه نايت تيرر. نايت تيرر؟ يعني بصير معي كل الوقت، يعني بكره الصبح بروح؟ لك اكيد. يعني بكره الصبح برجع بحبك. لين اسمعيني كثير، لين انت بتحبيني اوكي؟ انا بحبك. ايه وانا بحبك كمان، ايه؟ نحن بنحب بعض. بحب بعض. ايه كيف في ساعدة نور؟ شوف انا جاي احكي معك شيلي ايدك عني. كيف بعدك؟ ما نحن بنحب بعض ما هيك؟ ما هيك؟ بنحب بعض كثير. ما هيك؟ ايه ايه تعال نرجع حبيبتي رجعي على التخت
حبيبتي رجعت. صعب لينا انه يكون في اخراج ل يعني مسرحيه للاسف بالقلبه شخصين عم يتعاطوا بامور حياتيه صعبه، موضوع عميق بذات الوقت، بدهم يخلوا يبين مثل ما قلتي سكسي كوميدي. بتعرفي كثير حلو سؤالك، لان امبارح كنت عم اقول للمسيح عشي لما خلصنا اخر بروفا، كنت عم اقول له انه هيدا النص لما انا قريته حسيته هين واحد يعمل له اخراج. هلا نحن صعبناها شوي لانه المسرحيه بتصير بقلب تخت باوضه نوم بغرفه نوم، يعني فيها تكون كثير بسيط الاخراج. احنا اشتغلنا انه نصعبه شوي لانه بتصور في بالتحديات في هيك تشالنج اكثر، وفي هيك روح لتعملي حركه اكثر على المسرح. نعم لتعملي حركه اكثر. لا لا مش لاعمل حركه، بس لما نكون كثير نروح باشياء كثير اوبفيوس يعني واضحه اكيد معقوله واحد يعملها. بقى جربنا نعمل شغله كثير صعبه انه ما يكون في تخت، ما في الا شرشف وفضة، ما في اي بروبس يعني ما عم يتعاملوا باي شيء. في تحديات بقلبها انه شخصيتين او عشرة طبعا بتفرق، لانه شخصيتين ما عندك تعملي جروب كثير كبير، بعدين شخصيتين وممثلين يعني محترفين، معناتها هن عندهم يعني بيجيبوا افكار وبيشتغلوا على حالهم، بسهل كثير الشغل بالنسبه لي انا كمخرجه يعني. ليه اخترتي هذا النص بالذات؟ شو الرساله من وراء هيك مسرحيه؟ كثير حلو، لانه انا مش انا اللي اخترت النص، اللي اختار النص هي سحر عساف، لان هي اللي اكتشفت النص. هي بطله المسرحيه. هي بطله المسرحيه وقرتني النص، قلت لك بالاول انا ما كثير تحمست له، بعدين يلي كثير بحبه هو اشتغل مع سحر عساف، هيدي ممثل اشتغلت معها مسرحيتين، رجعت سافرت على امريكا ودرست بامريكا، وكنت فعلا ناطره انه ترجع لنرجع نشتغل سوا. بتصور اوقات كثير اهم ليش جاي على بالك تعملي المشروع اكثر من يعني المشروع كمشروع. المشروع كمشروع هالمره هي الموتور تبع المسرحيه سحر عساف. ما بتخافي انك تبقي مع نفس الممثلين او تعيدي التجربه مع نفس الممثلين؟ يا ريت فينا نضل مع نفس الممثلين لانه في لذه فظيعه. يعني انا اشتغلت مع جوليا قصار من مع طقوس الاشارات والتحولات لاخراج نضال اشقر، رجعت اشتغلت معها مع مره لوحدها، ورجعت اشتغلت معها هذيك السنه بالديكتاتور. في لذه فظيعه ترجع تشتغلي مع ذات الممثل، لانه اول شيء بتعرفيه هو بيعرفك، وبذات الوقت ناس مثل جوليا او سحر او عايده صبره هول ناس ما بيرتاحوا على وضعهم، مش لانه بنشتغل مع ذات المخرج يعني نعرف التكتيك تبعيته وبيعرف التكتيك تبعيتنا، بتضل في تحديات كثير قويه، بس بذات الوقت ما بقى في الرسميات تبعت اول عمل، عرفتي كيف؟ بقى شغله كثير حلوه واحد يرجع يشتغل مع ممثل اشتغل معه كثير، يعني يكون عندك اكيب اشتغلتي معه مثلا مساعده الاخراج أمال خوري، صرت شغلي معها شي أربع أو خمس مسرحيات، أوقات بلش الجملة بتكملها هي، بقى شغلة كتير حلوة يكون عندك. في عندي ممثل تاني حسين نخال شغلي معه شي خمس ست مسرحيات، كتير حلو وكتير حلو هيك الواحد يبني إكيب، بتصير في تيم وتيم ورك، بتصير كل بيفهموا على بعض بالمسرح، كتير أهين. مين اشتغل على المسرحية لنعطيهم كلهم كريدت؟ يعني طبعا فإذا سحر عساف وإلي يوسف هن بطلين المسرحية، أمال خوري مساعدة الإخراج، فؤاد حلواني عامل الإضاءة، غنى سباعي ساعدتنا بالكوستيومز وبالقماش اللي نقيناه، وهيدا بقى اكيب كثير صغيره، بس بذات الوقت هالاكيب اشتغلت كمان على الفضا، لان نحن عم نفتتح اليوم مع جواد الاسدي بمسرح بابل فضا جديد اسمه استوديو بابل للتمثيل، وهو مسرح كثير صغير، فضا كثير صغير بساع 50 60 شخص، وبيتحرك يعني في كل مخرج يقرر وين رح تكون فضا التمثيل، وين رح يكون يعني. ستيج وين رح يكون الجمهور، والصالة كتير صغيرة، بقى بيخلق نوع من الحميمية كتير قوية، ورح يفرض نصوص كتير شجاعة وكتير مختلفة عن النص اللي معقولة تمثلين. على كل حال هيدا النص بالذات كتير بيلبق له هيك نوع مسرح، كتير بيلبق له، يعني نحن فعلا فتشنا، كان هدفنا هلا كان في عمل على صالة كتير كبيرة، لأنه في شيء من الخفة فيه ومن الجدية بذات الوقت يلي بيسمح لجمهور كتير كبير يحضروا، بس نحن كان عنا كان بدنا تكون تجربه مختلفه شوي، ومشان هيك هذا الفضاء كثير كثير حلو كثير بالنسبه، لانه بالنهايه انتم عم تفوتوا على حميميه كل شخص على افكاره يعني الداخلية. هذيك المره كان في عندنا صديقه اجت حضرت العرض البروفا، وكانت عم تقول انا حاسه حالي بغرفه نوم لناس ولازم اظهر لانه ما لازم احضر يلي عم يقولوا او يلي عم يعملوا، بقى كانت شغله كثير حلوه تماما يلي بدنا اياه.
تينا الليلة رايحة تحضر المسرحية صح تينا؟ صح حجزت من جمعة تينا من أول الناس اللي حجزوا واسمها غريب لدرجة إنه رجعت تلفنت لأتأكد فكرت أدعى يعمل مسحة معنا شخصيا رجعت تلفنت تينا موضوع التمثيل ومتابعة الإيفنت المهمين بصيروا بلد ما بتمزح أبدا نيلنا على هيك ناس فعلا عم بحكي جد ونحن هالمرة على البوستر عاملين لوجو جديد اسمه الجمهور يو معناتها لأنه معنا سبونسر جاي من برا ورح نعتبر كل شخص بيجي على المسرح هو راعي على المسرحية هو راعي المسرحية ورح يرجع يجي بطاقة تشكر أو تليفون أنا شخصيا رح أرجع تلفن له وأتشكره كثير منيح لكن رح نروح نحضر مازال هيك بليز تفضلوا بتمنى يكونوا الرعاة كتار واللي حيحضروا المسرحية كتار كل ليلة خميس جمعة وسبت على مسرح بابل حبيبتي رجعي على التخت شكرا لك لينا أهلا وسهلا فيكي وجود لك موفقة تينا شو عندك؟ حبيبتي أنا رجعت على المطبخ اليوم عم حضر هلا لتبس في كذا شغله بس بشرفك قد ايه عم تحلمي ترجعي على التخت تنامي؟ هلا بعد الظهر فيك تساليني بقول لك ايه هلا بعدنا ماشيين في نشاط شو عندك اليوم بالمطبخ؟ اليوم بتبس في كذا فكره كثير مهضومين رح نساعد ستات البيت والاشخاص اللي عندهم قصص فضلات بالبيت يرجعوا يعملوا ريسايكلينج لاغراضهم ويستفيدوا منهم بحب الريسايكلينج انا يلا رايحين لعندك اورايت